أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل لديه محل أسماك، وأحياناً لا يكون عنده سمك في محله، فيأخذ من المحل الذي بجواره قبل أن يأتيهم أي زبون، ثم إذا جاء سمكه رد لجاره أسماكه، فهل تجوز هذه الطريقة أم لا؟ يعني من باب القرض يجوز قرض الحيوان، هم قالوا أنه يجوز قرض الحيوان كالبعير بالبعير، فإذا كانت الأسماك متقاربة من جنس واحد هذا يعتبر من القرض، لا بأس. نعم.